أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، حيث يصفها فارضوها بأنها العقوبات الأشد على مر التاريخ. تقول واشنطن إن هدف العقوبات تحديد نفوذ إيران بالمنطقة ونشاطها الداعم للإرهاب، بالتوازي مع ذلك أيضا يقلل المراقبون من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران في ظل إعطاء أمريكا استثناءات لثمان دول من بينها العراق، تركيا، الهند، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على العقوبات الأمريكية ومدى تأثيرها على الداخل الإيراني وعلى الخارج أيضا وعلى النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. أرحب بضيوفي، ضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بك أستاذ مصطفى. وأيضا أرحب بالدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني. دكتور نبيل مرحبا بك، سيكون جاهزا معنا الدكتور نبيل فيما بعد. وأرحب بالأستاذ دكتور خضير كاظم حمود الخبير الاقتصادي العراقي. مرحبا بك دكتور خضير. إذن مشاهدينا الكرام نتابع سوية هذا التقرير في بداية هذه الحلقة ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ وبدء سريان مفعولها، تبدأ التساؤلات عما إذا كانت الحزمة الأولى التي بدأ تنفيذها في أغسطس الماضي قد حققت أهدافها أم لا؟ العقوبات الأمريكية التي استهدفت كبح القدرات النووية لطهران وصادرات النفط الخام الإيراني والطاقة والشحن ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن. كذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق أن العقوبات الأمريكية على إيران ستكون الأكثر صرامة على حد وصفه. وشملت العقوبات الأمريكية المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية والمنتجات البتروكيميائية من إيران، وتشمل أيضاً المعاملات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني. وطالت العقوبات أيضاً 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية. لكن يبدو أن هذه العقوبات لن تؤثر على إيران وبشكل خاص في بسط نفوذها في العراق والمنطقة. فمع صدور حزمة العقوبات الأمريكية في مرحلتها الأولى في أغسطس الماضي، وإيران تستخدم سيطرتها على السلطة في بغداد لتنفيذ مخططاتها العسكرية والاقتصادية من خلال أذرعها الممتدة وميليشياتها التي تصول وتجول دون رادع. تراه ما الجديد الذي سيحدث عند تنفيذ الحزمة الثانية؟ لا سيما أن العقوبات الأمريكية منحت استثناءات لثمان دول منها كوريا الجنوبية والهند واليابان والعراق وغيرها، ما يجعل العقوبات الأمريكية متأرجحة وغير واقعية، ولتفرغها تلك الاستثناءات من محتواها. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. إذن أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، مستشارة الأمن القومي الأمريكي تقول إن واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران، وها هي الحزمة الثانية تدخل حيز التنفيذ بعد الحزمة الأولى في شهر أغسطس الماضي. يعني يتساءل الكثير، يعني ما هي هذه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ولماذا فرضت بالأساس؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. هذه هي الحزمة الثانية كما تفضلت وكما جاء في تقريركم من العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على النظام الإيراني لعدم التزامه بالاتفاق النووي ورغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق نووي مع إيران ثاني. اتفاق ثاني مع إيران. هذه العقوبات في حقيقتها تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني وخفض عائدات إيران بنحو 70 إلى 80%، التي تشكل صادرات النفط الجزء الأكبر من العائدات الميزانية الإيرانية.
هذه العقوبات هي حزمة متكاملة تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، وتهدف إلى شل قدرة النظام الإيراني على تمويل نفسه وعلى تمويل الجماعات الإرهابية التي يدعمها ويزعزع من خلالها الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا ميليشيات في العراق وميليشيات حزب الله في إيران في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن والميليشيات المنتشرة في سوريا وبعض العصابات أو التنظيمات الإرهابية في أقطار الخليج العربي. هذه القطاعات التي ستشمل بالعقوبات حقيقة هي تفصيلية جدا وشاملة جدا. هذه العقوبات ستشمل شركات تشغيل الموانئ وقطاع الشحن وكل ما يتعلق به، ستشمل المعاملات مع شركة النفط الإيرانية الوطنية ومع شركة نفط إيران ومع شركة الناقلات الإيرانية، ويتضمن الأمر عمليات شراء النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية. هناك عقوبات ستفرض على البنك المركزي الإيراني وعلى المؤسسات المالية الإيرانية الأخرى، على قطاع التأمين وإعادة التأمين، على قطاع الطاقة وكل ما يتعلق به. هنالك إنهاء لكل التفويضات الأجنبية الممنوحة لشركات لها علاقة مع الحكومة الإيرانية أو أشخاص خاضعين، حتى مع أشخاص خاضعين لولاية الحكومة الإيرانية. هناك إعادة فرض على فرض للعقوبات على الجهات والشخصيات التي موضوعة كانت على القوائم الأمريكية وهي تزيد على 700 شخص أو جهة. هناك استهداف، طبعا هذا حصل في الحزمة الأولى، حصل استهداف في آب أغسطس الماضي، حصل استهداف لقطاع السيارات، قطاع المصارف، كل التعاملات مع الريال الإيراني، مع السندات المالية الإيرانية. الآن أيضا هناك عقوبات على بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم من وإلى إيران. هناك معاقبة للقطاع الصناعي بما في ذلك صناعة السجاد. هناك أيضا سحب تراخيص لصفقات الطيران التجارية، يعني معروف أن شركات الطيران الإيرانية تعاني من مشاكل كبيرة حقيقة، وفي السنتين الماضيتين بعد إبرام الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب كان هناك تهافت من الشركات الأمريكية والأوروبية، إيرباص وبوينغ الأمريكية، على تطوير قطاع الطيران الإيراني، لأن كما قلنا هناك حاجة كبيرة لتطوير هذا القطاع. هناك الآن إلغاء لهذه الصفقات، وفعلا بدأت الشركات تنسحب حتى قبل سريان الحزمة الثانية، يعني ما بين الحزمة الأولى والثانية خلال الأشهر من آب إلى تشرين الثاني نوفمبر كثير من الشركات انسحبت. الأمر يتعلق ب أكثر أهمية من مفردات هذه العقوبات، يتعلق بأهمية الحزم في تطبيق هذه العقوبات. وهناك شروط يعني وضعوها على الجانب الإيراني لرفع هذه العقوبات. يعني ما هي هذه الشروط؟ يعني هناك بالضبط عقوبات ابتدأت ربما من شهر أغسطس، هناك الكثير من الشركات انسحبت مثل ما تفضلتم، هناك ضغط كبير، هناك الكثير يتساءل، الموانئ الإيرانية معطلة، طريقة التعامل مع آلية البيع والشراء معطلة، ما هي شروط إبطال هذه العقوبات؟ الولايات المتحدة عندما فرضت هذه العقوبات أو هذه الحزمة الجديدة من العقوبات وضعت 12 شرطا وجدتها ضرورية لرفع هذه العقوبات. في حال الالتزام بها سترفع العقوبات عن إيران. وإذا نظرنا في هذه الشروط سنجدها شروط تفصيلية وتشمل مناحي كثيرة فعلا تخنق يعني تخنق القدرات العسكرية الإيرانية التقليدية، تخنق القدرات العسكرية الإيرانية غير التقليدية، وأعني بذلك البرنامج النووي تحديدا والبرنامج الصواريخ البالستية، وأيضا يعني تحد من قدرتها كثيرا
على دعم الإرهاب في المنطقة. الشروط الـ12 هي وقف تخصيب اليورانيوم وتكرير البلوتونيوم وإغلاق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل، كشف الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي والتخلي بشكل كامل عن هذه الأبعاد العسكرية كما قلنا، أيضا منح مفتشي الوكالة الدولية إمكانية الوصول الحر إلى أي موقع يرغبون به على امتداد خارطة إيران، وقف نشر الصواريخ الباليستية ووقف تطويرها. يعني الجانب الإيراني خلال السنوات الماضية أعلن عن كثير من التطوير في مجال الصواريخ الباليستية، جزء منه حقيقي وجزء منه دعائي لأغراض رفع المعنويات والتحدي الفارغ والعنجهية الفارغة كما هو معروف عن الجانب الإيراني، عن النظام الإيراني. الآن مطلوب منه أن يوقف تماما نشر هذه الصواريخ ويوقف محاولات تطويرها. أيضا هناك شرط يتعلق بإخلاء سبيل المحتجزين من الولايات المتحدة أو من الدول الحليفة لها، سواء المحتجزين أيضا وتقديم معلومات حتى عن المختفين والبحث عنهم في إيران. هناك شرط يتعلق بالعراق، يعني يتحدث عن عدم عرقلة حل الميليشيات التابعة لإيران في العراق ونزع سلاحها، عدم عرقلة نزع سلاح هذه الميليشيات الإرهابية الطائفية في إيران. هناك أيضا شرط يتعلق باحترام الحكومة العراقية، وهذا يعني شرط حقيقة فيه كثير من السخرية، لأن يعني الجميع يعرف أن الحكومة العراقية التي تشكلت الآن أو الحكومات السابقة التي يعني تشكلت فيما قبل هي يعني حكومات تابعة بالكامل للنظام الإيراني. هناك شرط يتعلق بسحب جميع القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية من سوريا. هناك شرط يتعلق بوقف دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وفي اليمن وفي أفغانستان. هناك شرط يتعلق بوقف دعم الإرهاب الدولي بواسطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يقود الجنرال قاسم سليماني. أيضا هناك التخلي عن تهديد الملاحة البحرية في الخليج العربي أو في مضيق هرمز أو في بحر العرب. هناك شرط آخر يتعلق بوقف الهجمات السبرانية الإلكترونية التي تقوم بها جهات إيرانية ضد بعض المواقع الإلكترونية في العالم وبعض الدول أحيانا تستهدف. أيضا التخلي عن لغة التهديد التي تستخدمها أو يستخدمها النظام الإيراني في تعامله مع دول الجوار أو مع دول أخرى. أيضا وقف الهجمات الصاروخية التي تنفذ على بعض الأقطار العربية مثل السعودية مثل الإمارات، لأن يعني الميليشيات الحوثية في اليمن عندما تشن صواريخ يعني هجماتها الصاروخية ضد الأراضي المملكة العربية السعودية، فإنها تقوم بالاستفادة من التقنيات والإمكانات الإيرانية في مجال الصواريخ الباليستية. هذه الحزمة كما قلنا يعني هي حزمة شاملة، والشروط أيضا ليس بالإمكان من السهولة جدا على إيران القيام بها. يعني التنفيذ ليس سهلا أبدا، التنفيذ ليس سهلا من أجل إبطال هذه العقوبات. نعم. وبالتالي هناك يعني أيضا اليوم التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون يتحدث عن حزمة ثالثة من العقوبات في حال استمرار، وأيضا تحدث وزير الخارجية بومبيو عن هذا الموضوع. نعم، الكثير من التصريحات يعني صدرت اليوم بشأن ذلك. أرحب بالأستاذ نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني. مرحبا بك أستاذ نبيل. يا مرحبا، حياكم الله، تحية لك ولضيفك العزيز الصديق الدكتور مصطفى كامل. حياك الله دكتور نبيل. دكتور نبيل، يعني الكثير من الشروط الغير قابلة للتنفيذ أو صعبة التنفيذ من قبل إيران، بناء على هذه الشروط عوقبت إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحزمة ثانية تبعت الحزمة الأولى. من وجهة نظركم يعني إلى أي مدى ترى أن هذه العقوبات واقعية وأن هذه الشروط قابلة للتنفيذ من قبل إيران، وبالتالي يعني رفع هذه العقوبات بالأساس؟
شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك أن هذه العقوبات هي عقوبات قاسية، عقوبات غير مسبوقة، وفي واقع الأمر هي تعكس ربما الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحجيم النفوذ الإيراني الذي تعاظم بعد توقيع الاتفاق النووي. كما تعلم أن إيران سعت واستغلت الاتفاق النووي المبرم ما بين مجموعة خمسة واحد ومعها لمحاولة بناء ثلاث استراتيجيات أساسية. الاستراتيجية الأولى هي محاولة بناء دعني أسميه برنامج نووي، لا زال هنالك كثير من الغموض يكتنفه في ظل سعي إدارة أوباما الرئيس السابق الأمريكي إلى محاولة بناء ما يسمى بميراث سياسي أو بإنجاز على أرض الواقع. الأمر الثاني سعي إيران إلى استغلال دعني أسميه الاتفاق النووي أيضا في محاولة بناء ترسانة صاروخية، وهذه الترسانة الصاروخية استطاعت من خلالها بناء نماذج بصواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى، استطاعت ليس فقط بناء هذه الترسانة بل أيضا مد وكلاها ومخالبها الموجودة في المنطقة، ولا أدل على ذلك دعم الحركة الحوثية التي استطاعت إطلاق أكثر من 200 صاروخ على أراضي المملكة العربية السعودية، وإعلان حسين سلامي ومساعد قائد الحرس الثوري في وقت سابق أن الصواريخ الإيرانية باتت تصل إلى عمق أوروبا. الجانب الثالث هو أيضا استغلال إيران لما يسمى بهذا الاتفاق لمحاولة بناء مجال حيوي والسعي لبناء الكوريدور الإيراني الذي يمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى المتوسط، أو ما أطلق عليه حبيب الله السياري قائد البحرية الإيراني فيما يعرف برحلة الأمل أو رحلة العبور إلى المتوسط. في تقديري أن هذه العقوبات سوف تمس جوهر النظام الإيراني وعصب الاقتصاد الإيراني من خلال ما يسمى بالنفط وقطاع الطاقة الذي يشكل المصدر الأساسي لمدخولات إيران من العملة الصعبة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر يشكل هاجس خطير بالنسبة للإيرانيين، وهذا أدى حتى مجرد التلويح به إلى إحداث حالة من البلبلة غير المسبوقة في إيران وفي الاقتصاد الإيراني. الآن منذ دعني أسميه إطلاق الوجبة الأولى التي بدأت في شهر أغسطس من هذا العام ولغاية الوجبة الثانية من هذه العقوبات، انخفضت العملة الوطنية سوما وكان هنالك قفز حر وسقوط حر غير مسبوق لها. الآن الدولار وصل إلى أكثر من 20,000 توما يوميا، ينخفض الدولار التوما مقابل الدولار من 700 إلى 1000 توما يوميا، وهذا أيضا مؤشر خطير بالنسبة للاقتصاد الإيراني. الآن هذا انعكس بدوره على ارتفاع المواد والسلع الأساسية بنسبة 70%، ارتفع الأغذية، الأدوية، الخضار، الفواكه، اللحوم، البيض إلى غير ذلك. حتى الشعب الإيراني بدأ يتنذر على وسائل التواصل الاجتماعي، يقولون حتى لو استبدلوا العملة الوطنية تومن حتى ولو برب البندورة الطماطم، وهذه طبعا التشبيه واضح كان بالنموذج الفنزويلي. الجانب الثالث هو الآن تزامنا ما يحدث في إيران من العقوبات الخارجية على الوضع الداخلي من خلال ارتفاع نسبة الفقر. نحن نتحدث اليوم عن 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، نتحدث عن 12 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي، نتحدث عن 35 مليون إيراني يعانون من عدم وجود المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الاحتجاجات والتظاهرات على امتداد الجغرافيا الإيرانية. نتحدث عن 322 بؤرة لهذه الاحتجاجات والتظاهرات في شمال ووسط وجنوب وغرب إيران، بدلالة واضحة إلى حجم الاستياء الشعبي الذي بات ضد النظام الإيراني. في واقع الأمر لأن هنالك أيضا مؤشر آخر ما يتعلق بالتشاحن ما بين التيار المحافظ والإصلاحي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، أدت إلى إقصاء وزيرين من حكومة الرئيس روحاني وتهديد الرئيس روحاني بالانقلاب العسكري عليه. وكما قال الرئيس روحاني اتهم الحرس الثوري الإيراني بأنها باتت حكومة تحمل مدفع وتوجه اتجاهه. هذا ما حذر منه محمد جواد ظريف خلال محاضرة في غرفة صناعة طهران، أن المتطرفين في الداخل والخارج كناية عن المتشددين في الداخل والخارج كناية عن ترامب يريدون الإطاحة بالحركة الإصلاحية في إيران والإطاحة بالرئيس الإصلاحي. إلى جانب ذلك نحن نتحدث أيضا عن حالة شحن غير مسبوقة بين التيار المحافظ نفسه من خلال اتهام الرئيس أحمد نجاد الرئيس السابق بأنه شخص مجنون وأنه سوف يوضع بأحد المصحات العقلية ووضع. بالتالي لهذه العقوبات يعني تداعيات على الداخل الإيراني بالتأكيد. أستاذ نبيل العتوم سأعود إليك مرة أخرى، أبقى معي لو سمحت. رحب بالأستاذ دكتور خضير كاظم محمود الخبير الاقتصادي العراقي. أستاذ خضير مرحبا بك. يا أهلا ومرحبا.
أهلا بك أستاذنا. أستاذ خضير، يعني هذه العقوبات بلا شك أنها ستؤثر على إيران من الناحية الاقتصادية. هناك آلية لبيع النفط، هناك آلية للاستفادة من الأموال، بالتأكيد هناك شبكة بنوك وشبكة تحويلات قد تم إيقافها بسبب هذه العقوبات. ما مدى تأثير هذه العقوبات اقتصاديا على إيران وبالتالي على نفوذها في الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن الاتجاه الأمريكي الحالي بخصوص إيران ينم عن وجود موجة عارمة من الاتجاهات التي ممكن أن تشكل أثرا كبيرا على الاقتصاد الإيراني وبالتالي على المجتمع الإيراني عموما، خصوصا ما يتعلق بالنفط والاتجاهات البحرية المرتبطة بها. تلك الأمور لا شك أنها ستقوض معالم الاقتصاد الإيراني وتحد من البناءات التنموية المستهدفة، لكن إيران بطبيعتها لا يمكن أن تقف عاجزة أمام هذا الاتجاه وتسخر الجوانب التي ترتبط بها بهذا الخصوص، وخصوصا الساحات التي يمكن أن تحقق لها تعاملات معينة في بيع النفط أو في بيع المواد الأخرى، وخصوصا ساحة العراق تعتبر من الساحات التي يمكن أن يستثمرها إيران في ظل هذا الحصار الاقتصادي الكبير، ويمكن لها أن تعوضه على بعض الخسائر. ونحن نعلم أن العراق الآن أصبح ساحة مستهلكة لكل البضائع الإيرانية، بحيث لم يعد في العراق أي زراعة يمكن أن تحقق لشعبه إشباع معين ولا صناعة، وقد امتدت الآن في هذه الأيام إلى حتى الثروة السمكية التي كان العراق يعتبرها من الثروات التي يمكن أن تغطي حاجة شعبه، الآن هم اتجه الاتجاه إلى إنهائها. فهو وإن تعرض إلى هذا الحصار فإنه سيستثمر ساحة العراق، إحدى الساحات الأساسية لترويج بضائعه وتصدير نفطه عبر العراق. أستاذ مصطفى، كيف ستؤثر هذه العقوبات على النفوذ الإيراني خارج أراضي إيران وخاصة العراق؟ إيران تمارس الإرهاب في العالم كما هو معروف، ليس في المنطقة فحسب، ولكن أيضا تمارسه في العالم، تمارسه في أوروبا، تمارسه في الولايات المتحدة، تمارسه في أمريكا الجنوبية، أيضا تمارسه في أفريقيا وفي شرق آسيا، بإضافة طبعا إلى ممارسته في العراق ولبنان وسوريا واليمن وأقطار الخليج العربي، تحديدا البحرين والسعودية والكويت. في الخميس الماضي أصدر وزراء خارجية 5 دول في أوروبا، هي الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا، أصدروا بيان عبروا فيه عن قلقهم من العمليات الإرهابية التي يقوم بها النظام الإيراني لاغتيال معارضين إيرانيين من المقيمين في أوروبا وفي هذه الدول تحديدا الخمسة. المخابرات الإيرانية تنشط في أوروبا بشكل كبير، وقامت في العام الماضي باغتيال أحد المعارضين الإيرانيين المرحوم أحمد المولى، والآن يهددون أيضا حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في الدنمارك وقيادتها في الدنمارك الموجودة. لا شك هذه العقوبات سوف تؤثر على الأنشطة الإرهابية الإيرانية في الخارج، سيزداد عجز الحكومة الإيرانية عن توفير الخدمات لمواطنيها في الداخل فأيضا، وعن أنشطتها العسكرية، فبالتالي سيؤثر أيضا هذا على الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها في الخارج.
الأذرع الإيرانية التي تمتد في أوروبا وفي بعض الدول العربية وفي بعض دول العالم تمول بشكل مباشر من قبل إيران، يعني أقصد يعني الميزانية الإيرانية، وبالتالي هناك سيحدث نوع من التأثير على هذه الميزانية. فيما يتعلق بالعراق، الميليشيات المدعومة من إيران سيؤثر عليها هذا الحصار، أو هذه العقوبات ستؤثر عليها، ستؤثر على قدراتها وإمكانياتها وتسليحها وتجهيزها وحركتها وعلى الغطاء السياسي الممنوح لها. لكن في الحقيقة هذه العقوبات فيما يتعلق بالشأن العراقي ستكون محدودة إذا لم ترافقها إجراءات في الداخل العراقي، بمعنى أن نزع سلاح هذه الميليشيات، التضييق عليها، إلقاء القبض على قياداتها الإرهابية، وبعضها أصلا مطلوبين، يعني مثل أبو مهدي المهندس وغيره مطلوبين حتى على قوائم الإرهاب، لوائح الإرهاب الأمريكية، وبالتالي يجب العمل على إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم. يجب أن يسحب الغطاء القانوني الممنوح في العراق زيفا، يعني نحن نعرف في العراق المحتل منذ 15 سنة ونصف هناك أغطية قانونية تمنح لحركة هذه الميليشيات الإرهابية من خلال مثلا تشريع قانون الحشد الشعبي، مؤخرا تم ضمهم إلى البرلمان، وحتى في البرلمانات السابقة يعني نحن شهدنا مثل هذه الأغطية القانونية والسياسية التي تمنح هذه العقوبات الإيرانية. لن تكون ذات جدوى حقيقي في العراق ما لم تشمل أعمال مباشرة على الساحة العراقية. ولكن البعض أستاذ مصطفى يقلل من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، يعني في ظل إعطاء أمريكا لاستثناءات أو استثناءات لثمان دول من بينها العراق نفسه، يعني العراق، تركيا، الهند، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، التي بمجموعها بحسب ما يرى الكثير من المراقبين أنها تمثل نصف إنتاج إيران من النفط. يعني هنا كيف لهذه العقوبات أن تخنق أو تحجم النفوذ الإيراني في ظل وجود هذا المتنفس الكبير وخصوصا في العراق؟ يعني دعنا نتحدث عن العراق فقط. نعم، شوف، حقيقة الاستثناءات التي أعلنت هذا اليوم فيما يتعلق بالدول الثمانية التي يسمح لها بشراء النفط فقط من إيران كانت أكثر مما هو متوقع. يعني أنت في حصار العراق مثلا، الحصار الشامل الذي كان مفروض على العراق منذ 1990 وحتى غزو واحتلال العراق في 2003، منح الاستثناء لدولة واحدة هي الأردن في هذا المجال، ولكن كان ليس بشكل رسمي. لا، كان بشكل رسمي بقرار من الأمم المتحدة. الآن الولايات المتحدة منحت استثناءات لثمانية دول، وكما قلنا هذا أكثر من المتوقع. هذا بالتأكيد يعطي لإيران طوق نجاة، لكن هذا الطوق هو حقيقة مؤقت. المعلومات التي متوفرة أو المتوقع أن لا تكون هذه الاستثناءات دائمية. هذه الاستثناءات ربما تمنح لفترات مؤقتة على الأرجح، لحين إيجاد بدائل لعدم إحداث أزمة في السوق النفطية العالمية، خصوصا أن هناك موسم الشتاء قادم ويكثر الطلب على النفط في العالم، ولضمان عدم ارتفاع الأسعار، لحين تعويض كميات الخام من قبل منتجين آخرين، وعدم حصول أزمة مفاجئة في السوق. ولكن أيضا يجب أن نعرف أن هذه الاستثناءات ستكون محددة في النفط فقط، وستكون المبالغ ستوضع في حساب خاص لإدارة هذه الأموال، ولكن لحد الآن لم تتضح الآليات بشكل كامل في هذا الصدد. وحقيقة هو أخطر الاستثناءات هي تلك الممنوحة للعراق، رغم أن مثلا الصين والهند يستوردون بموجب هذه يعني قبل هذه الاستثناءات، فبالتالي هم يستفيدون، وتبقى هذه النسبة إلى حد ما حوالي 49 إلى 50%
1% من صادرات إيران النفطية هي إلى الصين وإلى الهند، وهي من ضمن الدول كلتاهما من ضمن الدول المستثنات. إذن أخطر هذه الأمور هي الاستثناءات هي العراق. العراق سيكون النافذة أو الواسعة للتحايل الإيراني على العقوبات. طبعا هناك فرص للالتفاف والتحايل، هناك تهريب للنفط من هناك العراق، هناك تهريب، هناك محاولات أخرى، هناك البورصة التي صنعتها أو يعني تحدثت عنها مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي موغريني، تحدثت عن قبل فترة عن إنشاء بورصة للمقايضة خارج عمليات البيع والشراء، لكنه هذه أيضا آلياتها هي تحدثت عنها، أنشئت هذه البورصة لكن آليات عملها بالنسبة للآليات كيفية الأمر لحد الآن لم يحدث تفصيل فيه. هناك 700 شخصية وشركة وواجهة تابعة للحكومة الإيرانية شملت بهذه العقوبات. هناك أكثر من 400 مصرف ومصرف وشركة مالية. فيما يخص هذه الآلية، آلية البيع والاستفادة من الأموال، اسمح لي فقط أن أتحول بسؤال إلى يعني أنا فقط أريد هذه رغم أنها قضية اقتصادية، لكن أنا أريد أن أستفيد من الجانب السياسي منها، وهي أن الدول التي يعني حتى استثنيت من هذه العقوبات، وكما قلنا يتوقع أن يكون استثناء مؤقتا، وأوروبا التي أنا أعتقد أن هناك نوع من تقاسم الأدوار بين الولايات المتحدة و الدول الأوروبية فيما يتعلق بإيران، في الوقت الذي تشدد الولايات المتحدة عقوباتها، فإن هناك تصريحات سياسية فقط تصريحات سياسية، يعني لحد الآن لا توجد على الساحة في اليد الإيرانية حقيقة كثير من المكاسب، هناك فقط تصريحات أوروبية. أوروبا حريصة أكثر على علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، هناك تبادلات تجارية واستثمارات بحوالي 1500 مليار دولار سنويا، فليس هناك يعني مقارنة مع ربما فقط 1% من هذه التعاملات التجارية يكون مع إيران. وبالتالي العالم لا يضحي بهذه الأرقام الهائلة من التعامل مع الاقتصاد الأمريكي العملاق على لصالح إيران. دكتور خضير كاظم، يعني استمعت إلى الأستاذ مصطفى كامل، يعني هناك تساؤل كيف سيباع النفط الإيراني والموانئ الإيرانية مغلقة، وصفها الدكتور الأستاذ مصطفى أن هناك تبادل أدوار ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فكيف تصفها أنتم دكتور خضير؟ بالنسبة لما يتعلق بتصدير النفط الإيراني، أتيحت له هذه الثمان دول بالتعامل، وهذه الدول تشكل ما يقارب 50% من الصادرات الإيرانية. الدول كالعراق والهند واليابان وإلى آخره من تلك الدول التي سمح لها باستيراد النفط الإيراني وفق السياقات المألوفة، لكن الإيرانيين بطبيعتهم سيلجؤون إلى أساليب التهريب النفطي، والعراق يشكل النافذة الحيوية لهم في تصدير النفط. وأعتقد أن بقاء هذه الاستثناءات في هذه المرحلة يقوض القدر المعين من الاقتصاد الإيراني، لكنه لا يؤثر تأثيرا كبيرا عليه إلا إذا حجبت هذه الاستثناءات وفرض الحصار الحقيقي على الاقتصاد الإيراني، وهذا بطبيعته ممكن أن يخلق أثرا كبيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في إيران. أما في ظل هذه الاستثناءات فهناك منافذ حيوية ممكن أن يحققها الجانب الإيراني فيما يتعلق بصادراته النفطية أو بشركاته التي حجبت عن التعامل معها وفق ما تم الإشارة إليه بخصوص 700 شخصية وإيرانية و400 شركة مالية وبنكية تم إيقاف التعامل معها. نعم.
أستاذ نبيل لتوم، يعني بالنسبة لمفعول هذه العقوبات، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال سنواصل الضغط على إيران بلا هوادة. مستشارة الأمن القومي أيضا تتحدث عن أن هناك المزيد من العقوبات ستفرض على إيران، ولكن هناك من يتساءل متى ستظهر هذه العقوبات بشكل فعلي على أرض الواقع على إيران؟ هي فعليا بدأت، وهذا ما نجده أو نلمسه من خلال تداعيات الوجبة الأولى من العقوبات التي بدأت في شهر أغسطس. أنا تحدثت لك في بداية البرنامج عن معاناة الاقتصاد الإيراني وانتهاج الولايات المتحدة إلى ما يسمى باستراتيجية الخنق المتدرج لهذا الاقتصاد. هي لا تريد خنق هذا الاقتصاد دفعة واحدة، هي تتبع أسلوب الجرعات لإخضاع الإيرانيين، لأنه كما قال الرئيس ترامب في نهاية المطاف سوف تطلب إيران الجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية. يريد بقاء الباب مواربا وما إعطاء الدول الثمانية لإعفاءات مؤقتة، وركز وزير خارجي الأمريكي على كلمة مؤقتة، إلا لجعل الباب مواربا للتفاوض ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة أنه اليوم كان في هناك يعني تغريدة لافتة لوزير الخارجية الإيراني الذي تحدث على أن هنالك مانع من التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، لكن شريطة الاحترام احترام إيران واحترام الكرامة الوطنية لإيران. ربما أنا الآن اللي بعتقده أنه نتيجة للظرف الداخلي والبيئة المعقدة التي باتت تعيشها إيران، وخاصة إحنا عم نتحدث اليوم عن اتهام مرشد الثورة الإيراني أن ما يحدث في إيران من صعوبة ومن فساد ومن دعني أسميه انهيار للعملة الوطنية ومن ظروف اقتصادية غير مسبوقة، هو يعود في بداية المطاف إلى نقطة مهمة ومحورية، أن العقوبات الخارجية لا تتحمل وحدها ما يحدث في إيران، لأن هناك ظروف وبيئة داخلية في إيران، وهذا ما تحدث به عديد من المسؤولين الإيرانيين أن الظرف الذي تعيشه إيران هو عبارة عن تكالب مجموعة من المتغيرات والظروف، وليس فقط يعزو إلى العقوبات الأمريكية. في واقع الأمر إيران تعيش فعليا هي ظروف اقتصادية غير مسبوقة، وأنا بعتقد أنه ربما تصريحات المسؤولين الإيرانيين بدأت تثير الهلع داخل الشارع الإيراني. كان هنالك تصريح حتى للمرشد وللرئيس روحاني بأن هنالك أيام عصيبة وقاسية تنتظر الشعب الإيراني وأن عليهم أن يصبروا. الرئيس الإيراني يقول إن طبعا إيران ترويج لما يسمى بفكرة اقتصاد المقاومة أو الاقتصاد المقاوم، وطرحوا مجموعة من الخيارات العديدة من ضمنها أولا ما يتعلق بطرح الكوبون الإلكتروني الذي يضمن كرت غذائي مدعوم بما يقارب يعني 7 دولارات، وهذا الأمر لن يعني يعطي نتائج كبيرة بالنسبة لقطاع الشعب الإيراني. الأمر الثاني هو المعروف أن إيران تحاول أن تنوع كما طرحت فكرة الاقتصاد المقاوم الذي يتضمن مجموعة من المحاور من ضمنها تهريب النفط كما تحدث ضيفكم قبل قليل، وفعليا الاعتماد على ما يسمى بالناقلات الشبح لمحاولة تهريب النفط الإيراني إلى الخارج. الأمر الثاني مطالبة المرشد بتنويع صادرات النفط أو الصادرات الإيرانية وعدم الاعتماد على الصادرات النفطية بشكل أساسي. الأمر الثالث هو طرح النفط في سوق البورصة بالإضافة إلى تخفيض أسعار النفط ومنحه إلى شركات خاصة بما يضمن سهولة في دعني أسميه في تحصيل واردات إضافية. أنا اللي بخشاه أنه لجوء إيران إلى ما يسمى بدبلوماسية حافة الهاوية النفطية، وهنا أقصد أمرين. الأمر الأول أن تقوم إيران ليس فقط بمحاولات تهريب النفط من خلال البوابة العراقية، بل قد تلجأ إلى نقطة خطيرة جدا واستراتيجية خطيرة، وهي توجيه وكلاءها ومخالبها الموجودة في العراق لتفجير المنشآت النفطية في العراق في البصرة وفي غيرها في المناطق، وبالتالي تخفيض واردات السوق العالمي من النفط مما يؤدي إلى اشتعال سوق النفط العالمي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة نحن مقبلون على مرحلة الشتاء وهنالك مطالب عديدة تطالب بزيادة حصة النفط التي تعهدت بها المملكة العربية السعودية
وروسيا الاتحادية بتعويض الفاقد من تخفيض صادرات النفط الإيرانية. في واقع الأمر إيران عودتنا دائما على ما يسمى بدبلوماسية حافة الهاوية، دبلوماسية إدارة الأزمة بالأزمة بهدف التصعيد، بهدف خلق واقع دولي جديد. وربما الإيرانيون يدركون تماما أن الظروف الداخلية باتت ليست لصالحهم، حتى أنا بعتقد حتى لو تم رفع الحظر عن إيران ورفع العقوبات، إذا لم يكن هنالك مساعدة غربية للاقتصاد الإيراني فإن هذا الاقتصاد يهرول نحو الانهيار، لأن هنالك ظروف معقدة موضوعية هي سلسلة تراكم السياسات الخاطئة للدولة الإيرانية وسيطرة البنكران الحرس الثوري الإيراني على مخاليد الاقتصاد. وبالتالي شكرا لك سيدي. ربما الرئيس روحاني واضح من خلال وصف الباسداران بأنها عبارة عن حكومة تحمل مدفع طلبها بالابتعاد عن الاقتصاد. ربما أكبر المستفيدين من هذه العقوبات هم التيار المتشدد والحرس الثوري الإيراني الذي فتحت شهيته على السيطرة على المشاريع الاقتصادية التي قامت الشركات الغربية بالانسحاب منها. الأمر الثاني أن إيران مقبلة على انتخابات رئاسية في العام 2020، وأنا أبشرك من الآن أن التيار الإصلاحي سوف يخطئ وسوف يفشل في هذه الانتخابات، وسوف نشهد صعود للتيار المتشدد خلال الفترة القليلة القادمة وصولهم إلى سدة الرئاسة في إيران وسيطرتهم بالتالي على جميع مفاصل الدولة الإيرانية. شكرا لك أستاذ نبيل. أستاذ مصطفى، هل يعني سترد إيران على هذه العقوبات مثل ما تحدث الدكتور نبيل، ربما تقوم بإشعال السوق النفطية بتوجيه وكلائها في العراق، ربما بإشعال منشآت النفط، يعني ما هي الإجراءات التي ممكن أن تتخذها إيران فيما وراء هذه العقوبات الأمريكية عليها؟ أنا مع الاهتمام الكبير بما تفضل به عزيزي الدكتور نبيل، لكن قد لا يكون العراق، هذا وارد طبعا ما تفضل به الدكتور نبيل، لكن قد لا يكون العراق هو ساحة الرد الإيراني المباشر في على الولايات المتحدة. هناك أذرع إيرانية إرهابية كثيرة في العالم وفي المنطقة، هناك ما يمكن أن تقوم به ويؤثر على أمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفي باب المندب وفي بحر العرب، هناك ربما يدفع النظام الإيراني عملاء في حزب الله اللبناني لإشعال جبهة في جنوب لبنان مع العدو الصهيوني لخلط الأوراق وتجديد تشتيت الانتباه عن العقوبات الإيرانية. لكن طبعا هذا لا يعني أن بقاء العراق بعيدا عن هذه الصراعات، قد يكون منطلقا لها، قد يكون منسقا لها. بالتأكيد العراق سيتأثر في هذه الردود الإيرانية، قد يحصل صدام بين المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني في العراق، وسواء على الصعيد الأمني أو الصعيد الاقتصادي أو السياسي العسكري إلى آخره. الولايات المتحدة في النتيجة لن تسمح بتهديد مصالحها تهديدا جوهريا استراتيجيا في المنطقة. تعرف أنه المنطقة والأمن في العراق مرتبط بالأمن في الخليج العربي وفي الشرق الأوسط، وبالتالي هذا أيضا هاتين الحلقتين مرتبطتين بما هو أوسع من ذلك. أمن الشرق الأوسط يتعلق بالأمن الأوروبي، وكل هذا يؤثر على الأمن القومي الأمريكي. الولايات الدعم للإيرانيين قدرة إلى حد ما في على التهرب من العقوبات، لكن هذه أو إشعال المنطقة بأزمات أخرى وإشغالها أيضا، يعني من خلال إشعال الأزمات الأخرى هناك ربما تصعيد للسياسات المتطرفة، وليس يعني هذه العقوبات ربما تلجئ إيران إلى تصعيد سياساتها المتطرفة، أين يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ وليس إلى تغيير سياساتها الإقليمية أو الدولية. لكن كما قلنا وتحدثنا عن الشروط الأمريكية التي وضعتها إلى أمام إيران لرفع العقوبات عنها، هو إنهاء لغة التهديد، إنهاء الهجمات الصاروخية، يعني إنهاء عمل فيلق القدس، كل هذا سيكون بالمقابل هناك الحسبان. هناك لهجة تصعيد يعني مستمرة. الرئيس الإيراني روحاني يقول إن إيران ستبيع النفط رغم أنف أمريكا وسيتم خرق هذه العقوبات، يعني ما معنى لغة التهديد والعناد؟
هذه لغة تستخدم يعني إغضاء الداخل الإيراني. كما نعرف جميعا أن الاتفاق النووي الإيراني حصل عليه أو قام به التيار كما يسمى الإصلاحي في النظام الإيراني، الذي يتقاسمه هذا النظام يتقاسمه تياران، هو التيار المتشدد والتيار الإصلاحي، وهو عملية توزيع أدوار فيما بين هؤلاء، لأن كلاهما يعني يعتمدان على لغة الإرهاب ولغة التهديد وإلى آخره. هذا النظام يعني كما قلنا أن هذا التيار الإصلاحي هو الذي جلب أو حقق هذا الاتفاق النووي مع إيران، مع الولايات المتحدة ومع الدول الأوروبية. الآن ألغي هذا الاتفاق، والاتفاق النووي هي عبارة عن سياسة العصا والجزرة. الآن إيران قدمت أو ومطلوب منها أن تقدم المزيد دون أن تحصل على أي جزرة، فيما العصا الأمريكية تهوي على رأسها، وبالتالي هذا كلام للاستهلاك المحلي، لن يؤثر حقيقة على فحوى ومضمون هذه العقوبات. أنا لا أريد أن أبدو متفائلا جدا، ولكن أيضا لا أريد أن أبدو متشائما جدا. هذه العقوبات عقوبات قاسية وعقوبات شاملة، الأهمية كما قلنا ابتداء في تطبيقها، وليس فقط في هذه الشعارات، مدى الحزم والجدية في تطبيقها ومدى الشمولية الحقيقية في هذا المجال. ويجب أن يرافق هذا عمل سياسي مثلا في العراق أيضا. يعني هذه العقوبات تأتي في إطار تعديل سلوك النظام الإيراني أم في سبيل الضغط عليه من أجل انهياره؟ هذه العقوبات كما تقول الولايات المتحدة هي لتعديل سلوك هذا النظام، ولكن هذا النظام غير قابل للتعديل. فأنا أتوقع إذا شددت هذه العقوبات وطبقت بشكل كبير، سيحصل تغير مهم في سياسة النظام الإيراني الجوهري إذا لم يكن هناك انهيار لهذا النظام. لكن كما قلنا، أنا يعني قلت لك أنا لا أريد أن أبدو متفائلا جدا أو متشائما جدا. هذه العقوبات عقوبات شديدة وقاسية وشاملة وتفصيلية، ولكن أيضا لإيران بواسطة أذرعها الإرهابية وقدرة على إشعال أزمات جديدة وصراعات جديدة ومشاكل جديدة، وأيضا لديها بعض القدرات على خرق هذه العقوبات الاقتصادية. ونبقى ننتظر مدى جدية الولايات المتحدة في فرض هذه العقوبات والالتزام بها، مدى حزمها في تطبيقها على النظام الإيراني، النظام الذي صدر الإرهاب إلى كل العالم وأصبح بؤرة للإرهاب، يستخدم الأراضي العراقية والأراضي السورية والأراضي اللبنانية وأراضي اليمن الآن للانتقال إلى منطقة القرن الأفريقي وباب المندب. وبالتالي هو ينتقل في إرهابه إلى مديات أوسع من يعني فقط تأثيره على المنطقة. معروف طبعا تأثيرات الإرهابية على أقطار الخليج العربي، على المملكة العربية السعودية، على البحرين أيضا، حتى على الكويت إلى آخره. شكرا لك ضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. شكرا لك. وأتقدم بشكر جزيل للدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني، وشكرا أيضا جزيلا للدكتور خضير كاظم حمود الخبير الاقتصادي العراقي. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية، وإلى اللقاء.